المدير العام شركة كاتكس. كاتكس جروب دي سوسيتي تعمل يعني تخدم في مجال الاستشارات والدراسات. كاتكس اليوم تطلق أول مجلة إشهارية وأول جيد فود في تونس زادة. حدث مهم لمينا فيه الناس كل، لمينا لي بارتنير نتاعنا. عملنا بارتنيريا اليوم مع جمعية من أقوى جمعيات الطبخ في العالم، فيها أقوى شيفان وأحسن أفضل شيفان موجودين في تونس اليوم. كل يوم قاعدين نخلقوا كونسيبت جديد للإيفينمون هذوما وللقاءات هذوما، في يعني يعني في انتظار وأنه يكون هذايا دوري كل شهر ويتواصل مع شركائنا، واللقاءات هذايا ما تموتش لهنا. وفرحانين بوجود الناس الكل، فرحانين بانطلاقة المشروع هذا، إن شاء الله ربي يوفقنا. سليم بن سالم المدير التنفيذي شركة كاتكس. اليوم اللقاء هذا بزنس فريندز ولا لزامي دو بيزنس ولا أصدقاء الأعمال، هي فرصة للباعثين الشبان لزوم دفاع وخلينا نقول رجال الأعمال الشبان زادة وباعثين المشاريع الصغرى والمتوسطة، فرصة باش يتقابلوا مع بعضهم dans un cadre décontracté. كيف الملتقى هذا ولا الافتر وورك هذا باش يكون ان شاء الله دوري يعني مونسيوال، كل شهر باش يكون فما حلقه من حلقات بزنس فرانز او اصدقاء الاعمال. الهدف منه اهم حاجه هي الريزوتاج والتعريف بالمشاريع الجديده خاصه في جهه الساحل وولايه سوسة. دونك المشاريع خاصة زاد الطريفة منها، المشاريع اللي تستحق بوبليسيتي وتستحق التعريف بها. الشركاء نتاعنا في الندوات هذه هو لو سونتر دو جون ديريجون، مركز المسيرين الشبان تابع لوتيكا، وجمعية لي توك بلونش القبعات البيض، جمعية الشيفان التوانسة. دونك اليوم كانت فرصة كيف باش طرحنا مشروعنا الجديد اللي هو ماجازين فودين، مجلة إشهارية مختصة في توسكي إشهار للمطاعم والمقاهي اللي فيها المطاعم زادة، لي كافي ريستو، لي زوتيل اتسيتيرا. مرحبا بنجمة فهم في هوتيل في بيرل، شيف كريم بنور، شيف اكزيكوتيف هوتيل في بيرل اند سبا سوس. الايفينمون هذا بحكم لوتيل عمل كونفونسيون مع كاتكس واللي صارت عندهم معاهم اللونسمون تاع الماجازين اللي هي كونسيرني توسكي ريستوراسيون برودوي كلينير، وزاد نمثل السكرتير جينيرال تاع الاسوسياسيون توك بلونش اللي هي ان اسوسياسيون انترناسيونال تاعنا باللي فورماسيون في الكوجينه وتعرف بالبرودوي التونيزيان في العالم. نتنقلوا مشينا لفرنسا، ايطاليا، فرنسا، اليونان، ندوروا ونعرفوا بالكوجينة التونسية ونعملوا انفيزيون دي برودوي التونيزيان في البلا غاسترونوميك تونيزي فرانسيز ولا انترناسيونال. عارف بروحا سليم بتسلم اما اليوم نعرفش ما ليش بستانس.